رغم تفشي وباء كورونا في البلاد، إلا أن ملامح الاحتفال بعيد الفطر المبارك في العاصمة صنعاء بدت جلية من خلال الاستعدادات البسيطة للسكان. يحاول اليمنيون صنع فرحتهم وسط ركام الحرب المستمرة منذ 5 سنوات من جهة، وتفشي وباء كورونا في البلاد من جهة أخرى. على الرغم من الفقر المتفشي في البلاد، تعمل الأسر على شراء الملابس الجديدة وتوفير جعالة العيد من الكعك والمكسرات والشوكولاتة المختلفة في عادات وتقاليد عاشوا عليها منذ القدم. ويستعد الرجال لتوفير المال الذي سيقدمونه للأرحام في العيد مبلغ مالي بسيط يسمى في صنعاء بالعسب، وفي المحافظات الأخرى بالعوادة، تعطى للنساء والأطفال أثناء تبادل زيارة الأرحام في العيد. النساء يبدأن بوضع الحناء والنقوش المختلفة وتزيين الفتيات الصغيرات بالنقوش لصبغ العيد بلون الفرحة والسعادة من جهة، وتجهيز الكعك المنزلي وجعالة العيد للزائرين من جهة أخرى. أما الذكور سواء كانوا رجالاً أو شباباً أو أطفال، فيتجهون إلى صوالين الحلاقة لقص شعرهم والتزين قبل العيد. يصر اليمنيون على التشبث بالحياة ونسج أفراحهم وسعادتهم رغم كل الجراح التي خلفتها الحرب، وحتى وسط المخاوف من الإصابة بوباء كورونا.